للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك شيخ يحيى. بداية، إذا ما أعددنا قائمة بمنجزات ثورة تشرين وهي تحتفل اليوم بيومها 100، ما هي أهم هذه الإنجازات؟ أهم هذه الإنجازات التي أفرزتها انتفاضة تشرين هو إسقاط الطائفية التي طالما تاجرت بها هذه الأحزاب التي تبرقعت بالإسلام وجاءت لتحقيق أجندة الاستعمار والاحتلال الإيراني بشكل خاص، ووقفت طوال 16 عاما وهي تنهب ثروات العراق وتسفك الدماء وتخرب الممتلكات من أجل أن تقدم خدماتها المجانية للمحتلين، ومن أجل أن تستأثر بالمال العام لأحزابها وللشخوص التي فيها. ومن منجزات هذه الثورة أو الانتفاضة المباركة في تشرين إنها أفرزت خندقين، هو خندق الفساد التي فيه هذه الحكومة ورئاساتها ونوابها وميليشياتها ومن يقف إلى جانبها، وبين الوطنيين المخلصين من كافة أبناء الشعب العراقي الذين يقفون صفا واحدا ضد مشروع الفساد الكبير التي تستثمر فيه إيران وقوى الاحتلال الأجنبي الأخرى في العراق. لذلك إن هذه الانتفاضة سوف تستمر رغم ما راهنت هذه الأحزاب وهذه الحكومة المتسلطة الفاسدة على طول الوقت من أجل انهيارها أو من أجل ثني هؤلاء المنتفضين عن مطالبهم، إلا أن هذا الشباب هو أكثر وعيا وإدراكا لخطورة المرحلة ومن أجل إنقاذ العراق من أخطبوط الفساد الكبير التي تتحكم فيه هذه الأحزاب الفاسدة ومجلس نوابها الذي جاء بالتزوير والكذب دون أن يمثل أحدا من الشعب العراقي، ومن أجل أن تنتشل العراق أيضا من هذا الواقع الأليم الذي هو فيه ليأخذ دوره الإقليمي والعالمي ونحو سيادة حقيقية لا سيادة كاذبة ومصطنعة يتغنى بها هؤلاء الفاسدين. بالعودة إلى الوراء تحديدا، في الأيام الأولى التي انطلقت فيها ثورة تشرين نجد أنها استطاعت استقطاب زخم شعبي كبير في أيام معدودات، كيف استطاعت ثورة تشرين ذلك؟ لأنها رفعت راية الوطن ولا راية تعلو على راية العراق، وبذلك جاءت بشعار نريد وطن ونسعى لاستعادة وطننا، وعندما يستعاد الوطن فهو يستعاد لكل قوميات وإثنيات وأديان ومذاهب العراق، لا يستثني في ذلك أحد، وبذلك تناغم كل الوطنيون في العراق مع هذه الثورة المباركة التي وقفت تعري هذه الأحزاب الفاسدة التي جاءت خلف البسطال الأمريكي وتحته من أجل تنفيذ المشروع الإيراني الغادر والغاشم بتدمير العراق والانتقام من أهله. اللافت للأنظار في هذه الثورة أن شريحة الشباب العراقي خاصة الطلاب منهم من قاموا أو تولوا قيادة هذه الثورة على مختلف المستويات، يعني ما هي الرسالة التي أرادوا أن يوصلوها إلى العالم بهذا الأمر؟ هذه الرسالة التي أوصلوها إلى العالم بأن شباب العراق هم أكثر وعيا من هؤلاء الفاسدين الذي جمعتهم أمريكا من شوارع العواصم في دمشق وبيروت من أجل أن يتحكموا بمصير الشعب، وإن هذا الشباب الواعي يعرف بأن العراق يسير نحو الخراب والدمار، وإن على العالم أن يأخذ دوره في إنقاذ العراق وشعبه من سطوة هؤلاء الفاسدين الذين ينفذون الأجندات الخارجية على حساب مآسي شعب العراق
وعلى حساب دماء أبنائه وثرواته. نعم، كان معنا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.